تخيلوا ان احنا ممكن نعمل بيتزا في الميكروويف. انا عندي الطريقة، تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. اللي اول مرة يشوفني، انا اسمي داليا ودي قناتي، اهلا بيكم. هنجيب مج او بولة من بولات الشوربة ونحط 5 معالق كبيرة دقيق، رشة ملح وربع معلقة بيكنج باودر، رشة فلفل اسود، معلقة كبيرة زيت زيتون، 4 معالق كبار لبن. هنبتدي نقلب الخليط بتاعنا كويس قوي مع بعض لحد ما نحس ان العجينة بقت متجانسة. نفردها كويس ونخليها متساوية. هندهن الوش بصلصة طماطم أو صلصة البيتزا الجاهزة. هنبتدي نزوق الوش بتاعنا، هنحط فلفل أخضر مقطع صغير، فلفل أحمر، بصل متقطع صغير، رشة بسيطة من الروزماري والريحان بيدوا طعم حلو قوي للبيتزا. هنغطي الوش كله بموتزاريلا مبشورة، وكل ما نكتر الجبنة بيبقى طعمها أحلى وشكلها أحلى. آخر حاجة هنزوق الوش بتاعنا بفلفل أحمر وزيتون أسود علشان يبقى شكله حلو. كده خلصنا تجهيز البيتزا بتاعتنا، هندخلها الميكروويف لمدة 1.5 دقيقة. ده شكلها بعد ما طلعت من الميكروويف. طعمها رائع وما خدتش مننا 5 دقايق على بعض تحضير. جربوها وقولولي رأيكم. وبالهنا والشفا.